هذا الملف بعد صدور القرار يوم 10/6/2024 بالمعرفة المجلس السياسي بتجميل العضوية للأخ صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية وحيل على المجلس الوطني بدوري كرئيس المجلس الوطني أحيلته على لجنة الأخلاقيات. لجنة الأخلاقيات اللي تعتبر اللجنة اللي خاضعة لواحد العدد ديال المعايير ديال الحياد والنزاهة، وكان نقيم فيها حتى يعني أنهم ماشي منتخبين، ماهماش مستشارين جمعيين ولا برلمانيين، ما خصهمش يكون عندهم حتى صفة انتخابية ولا تنظيمية، ما عندهمش حتى مسؤولية تنظيمية، وما كيكونش عندهم علاقات ديال صراع ونزاع مع أي أحد في الحزب، في معايير دقيقة كناخذوها وكنتشدوا أكثر في المعايير أكثر من ديك اللي كاينة في القانون. يعني حتى البند ديال ما يكونوش منتخبين ما عندناش في القانون، ولكن انا حريص على انهم ما يكونوش، لان غدا يكون هو منتخب وعنده مشكل في الجامعه ويجي يطرح لي انا الملف بلا ما ندير حاله تجريح ونولي في مشاكل اخرى. فهذا الشيء حريصنا عليه بتشديد اقصى شديد. لما تحل عليهم الملف بداو في المناقشه ديالو، قبل المناقشه ديالو يعني جمعوا كل المعلومات وبلغوا طرف مفوض قضائي كل الأطراف المعنية المشتكى به والمشتكين الثالث، وفي أجل ديال 8 أيام باحترام المساطر القانونية التي ينص عليها النظام الأساسي والنظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات كاسترشاد، لأن هذا الميثاق يعبر عن إرادة جماعية لمناضلة ومناضلي الحزب، ولكن قبل منه واللي كيسبقوه هما القوانين اللي عندنا، القرار التي صوت عليه المؤتمر والمجلس الوطني. دونك في هذا الإطار هذا داروا واحد الجلسات ديال الاستماع الإخوان المشتكى به ما حضرش ولم يعتذر عن الحضور، وبلغ ذلك عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه يرفض الحضور والامتثال للجنة الأخلاقيات، واللي عندها جميع الصفات باش أنها تعيط حتى حنايا في هذه الطاولة، وأي واحد ما كاينش هنا قياس كنقيسوا به الأعضاء ديال الحزب كل سواسية. وهذه ماشي المرة الأولى، حزب أصالة ومعاصرة كان دائما له قرارات جريئة في طرد رؤساء جماعات برلمانيين عمداء، يعني راه ما كيكونش فيها تنقية ولا فيها تمييز أو حقرة أو ظلم لأحد الأطراف، وكيتحترم فيها كيف قلت لكم معايير ديال المساواة والتوازنية وحق الدفاع، هذا كله ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. بعد ذلك تمت المداولة من داروا جلسة الاستماع حتى الشهود اللي كاينين في الملف، تمت المداولة وأخذ القرار اللي أنا غادي نصردو عليكم إلا ما كنتوش حضرتوا معنا لتلاوة القرار، أنه كتلتمس للجنة بناء وبعد المداولة تبقى للمادة 125 من النظام الداخلي للحزب، قررت اللجنة الوطنية لتحكيم الأخلاقيات ما يلي: ولن تصريح بمخالفة السيد صلاح الدين أبو الغالي مقتضيات المواد 9 و149 من النظام الأساسي للحزب والمواد 6 و27 من ميثاق الأخلاقيات. ثانيا تلتمس إقالة السيد صلاح الدين أبو الغالي بالقيادة الجماعية والمكتب السياسي وجميد عضويته في الحزب واعتبار مقعده شاغر بالقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب مع ترتيب الآثار القانونية اللي كتنص عليها المادة 106 من النظام الأساسي حول شغل مقعد في القيادة الجماعية أو الأمانة العامة، لأننا خلينا حنا دائما هذا النقصان ديال الاختيار في الحزب إما أمانة عامة ولا قيادة جماعية. ومن بعد المسطره ديال الشهور راه كتطبق هي الانتخاب في الجلسه المواليه للمجلس الوطني بعد صدور القرار. صدور القرار اصدر في الاسبوع الفارط، وايضا تم تبليغ ديال جميع المعنيين والاطراف بالمؤسسه ديال القياده الجامعيه ديال الحزب المشتكين والمشتكى به بواسطه مفوض قضائي، وعرض تعرض هذا القرار على المجلس الوطني، ولو انه حنا عندنا النظام الاساسي يقول وينص على أن قرارات الأخلاقيات ملزمة وهي إخبارية لأجهزة الحزب وغير قابلة للمناقشة ولا للمصادقة، ورغم ذلك في إطار الحصول على السند الديمقراطي ماشي غير القانون عرضناها على أعضاء المجلس الوطني اللي تحقق فيهم أكثر من نصاب اللي هما في الحضور، ولذلك تعرض عليهم وبالإجماع تمت المصادقة على قرار لجنة الأخلاقيات. ونعاود نأكد، أنا كنبغي دائما نأكد ونسطر بقلم أحمر، أنه قرارات لجنة الأخلاقيات حنا نبلغ بها ونخبر فقط، يعني لا نناقشها ولا نتدخل فيها
اليوم كانت هي المناسبة الأولى اللي كيلتقيوا أعضاء القيادة الجمعية بأعضاء لجنة الأخلاقيات، عمرهم ما كيعرفوهمش كيشوفوا. ونفس الشيء أنا كرئيسة المجلس الوطني لا أتدخل في أشغالهم. الاجتماع الوحيد وأوحد اللي ترأسوا هو تشكيل والهيكلة ديال اللجنة، ما تبقى هم أشغالهم سرية ومضبوطة بالقانون. هذا هو الجزء القانوني، ومن بعدها ممكن أنا نطلع على نص القرار اللي هو اللي بغي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.